قلبي البيضاء النابض. انبثق مشروع سكينة رفقة شركتها تعشق الصناعة التقليدية، فارتأت أن تكون تصاميمها من الدوم، نبات استحال من بنات أفكارها حقائب يدوية وهدايا وأثاث زينة. من حرفة بسيطة أبدع خيال الشابة نماذج عصرية تنطق جمالا وذوقا وإبداعا. لا كوميرسياليزاسيون شويه قلنا احنا لقينا المنتوجات اللي كنقلبوا عليهم كيفاش غادي نخرجوهم ونعرفوهم للناس. دونك بدينا كان شويه بدينا في لي ريزو سوسيو، بدينا كندويو مع الناس، بدينا كنخرجوا المنتوج بحال العالم. اي فريمون لقينا اقبال كبير. اليوم قدرات انها تغاكروشي بزاف ديال لي مارشي، توصل بزاف ديال لي كليون، دي مارشي بحال هكا تقولوا ناسيونال وانترناسيونال. من هنا من محلات الصناعة التقليدية استلهمت الشابة أفكارها. قبل أن يرى المشروع النور ارتحلت سكينة إلى كل الجهات والمناطق، التقت صناعا تقليديين وتعرفت على غنى تراث المملكة. الصناعة التقليدية كيف كتشوفوا فيها مجموعة ديال المنتوجات اللي هي بسيطة و زعما كتعاود نفسها. حنا كخريجي أكاديمية الفنون التقليدية وكشباب اللي خدينا واحد تكوين عالي في التجديد في الصناعة التقليدية، قلنا نهزو مشعل هاد الحرفة ونزيدو بها القدام ونخرجو منتوجات جديدة ومتطورة. تلقت سكينة تكوينا لمدة 3 سنوات بأكاديمية الفنون التقليدية بالدار البيضاء في شعبة فن العمارة. اكتسبت مهارات جديدة وطورت قدراتها الإبداعية في مجالي التصميم والتدبير. وبعد مسارها الدراسي انتقلت هذه الشابة من العالم المعرفي إلى المهني. التدبير وهذه تاخذ حيز كبير من الوقت الزمني في دراسة الطلاب، والهدف منه هو أن هاد الشباب يكون عندهم يعني الكفايات والمؤهلات من أجل إنشاء مقاولات في ميدان الصناعة التقليدية. تحرص سكينة في تصاميمها على الجودة والبساطة والذوق والعصرنة. منتوجاتها بعيدة عن النمطية، رقم معاملاتها جيد، فهي تسوق 800 منتوج خلال العام الواحد. قنواتها التسويقية، مواقع التواصل الاجتماعي وفضاءات المعارض المحلية والعالمية. درنا ان شيفر دافير تري امبورطون اللي خول لينا اننا نديرو دوتر غام دو برودوي، نعاودو لا استراتيجي ديال المشروع ديالنا. صراحه المشروع حاليا بحال زاد ليا الثقه في ذاتي، مابقاش كيبان ليا بان مستحيل انني نوصل شي حاجه. مصرة على النجاح لا تثنيها العقبات ولا التحديات، من فكرة صغيرة إلى مقاولة ناجحة. وما زال في جعبة الشابة
أفكار وأحلام بلا حدود.